طيب بعض الـ 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 الأصوات اتكلمت وقالت انه يعني اصلا الاهلي مش الزمالك مش محتاج يروح، انه هيخسر، واتقال كلام مش عايز اعيده من احمد بلال. تعليقك ايه على تصريحات احمد بلال؟ كلام غير حضاري، كلام سيء، يعد سباب ونقصان وتقليل من قيمة احد قمم الأندية اللي موجودة في مصر. هذا الكلام أنا أرفضه تماما، ويجب أن أحمد بلال يعتذر عنه ويقول أنا أسأت هو التعبير. اعتذر الراجل، بس هل اعتذاره يعني بعد كل الكلام ده؟ يعني أنا أقول كل الكلام ده واعتذر، واعتذر الراجل اعتذر، أنا ما أعرفش أنه اعتذر، إنما جماهير الزمالك من حقها تغضب، من حقها تستنكف وتستنكر كلام أحمد بلال. وأحمد بلال لابد أن يكون أكثر حصافة وكياسة من هذا المستوى المتدني في التصريحات الفنية. سؤالي الأخير، تعديل موعد انطلاق الدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية أنقذ اتحاد الكرة المصري؟ ليته لم ينقذ اتحاد الكرة المصري، ليت اتحاد الكرة المصري يعني يغرب عن وجوهنا، لأن اتحاد الكرة المصري أسوأ ما في الكرة المصرية من بس معطيات صدفة خدمتهم، اهو القرار اللي اتعمل صدفة انقذهم. ما انا بقول لك مش عايزه ينقذهم. يا ليت الجبلاية دي كلها تتنسف ويجي فيها ناس يعني يستطيعوا إدارة الكرة المصرية بأسلوب حضاري متطور، بخلاف الاسلوب العشوائي المندفع. ترشح مين يبقى رئيس اتحاد الكوره؟ غير الناضج لاتحاد الكوره. استاذ شوقي، ترشح مين يبقى رئيس اتحاد الكوره؟ والله في ناس كويسه يا بوريده، انا 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 بتفق في وجوده تماما. المهندس محمود طاهر لو قدر ربنا يصبر قلبه، ولو قدر يشتغل في العمل العام هيبقى كويس. في ناس وجوه مبشره تستطيع ان تقود المسيرة الرياضية الكروية، بخلاف هؤلاء الزمر. مين من الوجوه المبشرة اللي ممكن تبقى في مجلس الإدارة؟ هذه اللعبة بأسلوب ساذج سفيه. مين من الوجوه المبشرة اللي ممكن يكونوا في مجلس الإدارة؟ لا بقى، ده أنا كده هخسرت يعني. في ناس كتير، أنا بتمنى ناس يكونوا من الأقاليم، بتمنى ناس يكونوا يمثلوا المعاقل الرياضية الشعبية، اسكندرية، اسماعيلية، المحلة. أنا شخصيا شايف إن في وجوه لابد أن تقتحم هذا المجال لتنظفه، بدلا من سوء الإدارة غير العلمية ولا التخطيطية اللي بيدار بيها كرة القدم. أشكرك الناقد الرياضي الكبير الأستاذ شوقي حامد. طيب بعد الفاصل حوار مهم جدا، هنحاول نفتح في ملف يمكن نقدر نقرا المشهد الصعب اللي احنا عايشينه، وعايزين نعرف ايه اللي بيحصل في لبنان، ايه اسباب الانهيار المخابراتي الكبير في صفوف حزب الله، هل ممكن حرب الاغتيالات على قيادات الصف الاولاني في الحزب تكسر قدرات حزب الله والامكانيات بتاعته خلاص؟ لسه الراجل كان بيقول وزير الدفاع الإسرائيلي حزب الله دلوقتي مش زي حزب الله من أسبوع، هل فعلا كلامه صح للمستقبل؟ هل انتهت محاولات تغليب صوت العقل وتم إغلاق باب المحاولات السياسية خلاص؟ احنا على حافة الهوية، داخلين على الهوية، ولا ممكن يبقى في جهود دبلوماسية تلحق الدنيا؟ ليه الأمريكان ابتعدوا عن التأثير على المشهد في الشرق الأوسط؟ وهل تل أبيب أصبحت أقوى من واشنطن وبتقود القرار في البيت الأبيض؟ وفين إيران؟ إيه موقفها من إسناد حزب الله ولبنان اللي بيواجه حرب بشعة بقاله أسبوع؟ طبعا هنتكلم أيضا، لا يمكن أن ننسى غزة، نشوف إيه آخر التطورات في غزة اللي أخبارها مش عايزينها تتوه، ومش عايزين يعني هو عندنا مشهدين الاثنين اصعب من بعض، فمش عايزين يعني نخلي عين على غزه وعين على لبنان.
بعد الفاصل هسأل كمان هل اتقطعت الاتصالات ما بين قيادات حماس وكوادرها وبقت الحرب من أجل الحرب بدون أهداف مع تراجع عمليات المقاومة الفلسطينية. بعد الفاصل هتكلم كتير عن الحرب الصهيونية على جبهات غزة ولبنان ومحاولة لفهم المشهد مع ضيوفي اللي هينوروني في استوديو مصر جديدة، لواء أركان حرب عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، دكتور نجاح الرئيس عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف، والأستاذ فادي عكوم الكاتب والمحلل السياسي. هنورونا في مصر جديدة بعد الفاصل.